باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يمكن تكون حالتك تعبانة، نفسيتك في الأرض زي ما بيقول. الله بيعدنا بصلاة أمنا العذراء مريم وتسبيحتها في لوقا واحد. طلعنا كده أمنا العذراء من أول عدد 51: صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. يا ترى بتشتكي النهاردة من فقر، ولا متكبر بغنى، ولا شايف إن أنا فوق الكرسي قوي؟ ولو قاعد، أمنا العذراء بتقول اللي عايز يبدأ بداية جديدة شوف إن إلهه قادر. لنا كده في دانيال إصحاح 4 عدد 17: الله الذي لنا ده المتسلط على كل ممالك الأمم. يمكن تكون خايف من مدير في الشغل، يمكن تكون خايفة من حد حواليك. الله بيقول أنا المتسلط على كل ممالك الأرض. من عذرا بتشجعنا في آخر تسبيحتها عدد 55: كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. يعني عايز تقول لنا إيه؟ أبونا إبراهيم كان تقريبا 2000 سنة قبل أمنا العذراء. الكلام ده متيقن ومختبر على مدار 2000 سنة من إبراهيم لأمنا العذراء، وزاد تيقنا بعد تجسد الابن الوحيد 2000 سنة كمان. يقول لي وانت هتعيد بعد كام يوم بعيد أمنا العذراء. يا ترى قابل الإيمان ده، وقابل إنه مكانتك والمكان اللي انت فيه دلوقتي او الضيقه اللي انت فيها دلوقتي مش دايما، لان الله قادر انه يرفع المتضعين. دعوتنا مش بس ان احنا نتضع، نستمتع بعطايا المتضعين. تدريبنا الاسبوع دوت لكل واحد فينا: ما تصدقش انك هتفضل في المكان ده على طول، صدق ان الهك عايز يرفعك. يجي واحد يقول بس انا عندي مشكله قد تؤدي الى الموت، يبقى هتوصلني لفين؟ للفردوس. ربنا يفتح عينينا ونشوف ان كل دقيقة كل ما انا فيه في ايد الهي الصالح محب الصلاح. ربنا يدينا نعيد هذا العيد بفكر انتقل من الارض الى السماء، فنعيد عيدا روحيا كل يوم وكل يوم. كل سنة وانتم طيبين.